السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مدارس جيل المستقبل الخاصة في درس جديد لمادة العلوم للصف السادس. عنوان الدرس أقسام الزهرة Birds of Flower. أولا الكأس Calyx هو مجموعة من البريقات الخضراء يدعى سبل سبلات، قد تكون ملتحمة أو منفصلة حسب نوع الزهرة. ثالثا السودام ستيمز تمثل جهاز التكاثري الذكري عند النباتات الزهرية، والتي تتكون من المئبر والخيط. تمثل جهاز التكاثري الأنثوي عند النباتات الزهرية، والتي تتكون من المبيض والقلم والميسم. نستنتج أن أقسام الزهرة الكأس كاليكس والتويج كورولا والأزدياسين ستيمز والمدقة بيستيلز. التأبير انتقال حبات تطلع من المآبر إلى المياسم، وله شكلان التأبير ذاتي والتأبير غير ذاتي. التأبير غير ذاتي انتقال حبات تطلع من المآبر زهرة إلى مياسم زهرة أخرى. إذا سقطت نلاحظ أن حبة الطلع تحتوي على نواتان، النواة الأولى خلية تكاثرية والنواة الثانية نواة الخلية المغذية. تنقسم الخلية التكاثرية إلى عروسين ذكريين وتتلاشى النواة الخلية المغذية. ثالثا الإخصاب، تندمج العروس الذكرية مع العروس الأنثوية داخل البذيرة في المبيض، وتعطي البيضة الملقحة معطية الروشين يدعى جنين النبات. بعد انتهاء من مراحل الإلقاح يتحول مبيض الزهرة إلى ثمرة، وتتحول البذيرة إلى بذرة. وبعد انتهاء الدرس سنطرح بعض الأسئلة التقويمية. تفضلي يا أسماء. ما هو عضو التكاثر الذكري في الزهرة ومما يتكون؟ أحسنتي. هديل، ما هو عضو التكاثر الأنثوي في الزهرة ومما يتكون؟ المدقة، ويتكون من مبيض وقلم وميسم ويحمل بذيرة. ريماس، عددي أقسام الزهرة.